خويا داود، مساء الخير. السلام عليكم. الياس جابر، آدم أنور، السلام عليكم. الياس جابر تحياتنا. اخوة شوفوا لنا الصوت، الله يفتح عليكم. سلام من حجاج مستغانم، تحياتنا لك. ناس تيارة امين بن، تحياتنا لكم. السي العربي حسن، تحياتنا لكم. خويا داود الصوت مليح، ربي يجازيك. الى حبيت من بعد طلع معايا معليش، ماذا بيا لو كان الناطق الرسمي راه يتبع فيا يطلع معايا. اذا مادام الصوت راه مليح والصوره راه ملاح، نتوكلوا على الله عز وجل، ما بيدي يزيدوا يطلعوا معنا خاوتنا. نجيب نجيب نجيب، بارك الله فيك، الصوت مليح. امين. 10/10 عبد القادر الحجاج، 10/10. معي سميد رسقي شبوب والتليلات، تحياتنا لكم ناس وهران. عمر لوسون اي بون، ميرسي بيان. خويا اسماعيل تحياتنا لك. جلال جلال دي سور ديس. مدني مصطفى شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حسن الزول برج ملاين، تحياتنا لكم. ولاية بومرداس، سعود شبيلي تحياتنا لكم. خويا لطفي مرحبا. كمال زرداني من سق القبة، تحياتنا لكم. فتح عمران زريبة الواد، روح أصدين، تحياتنا لك. اسمحوا لي دقيقة. يا ربي، اذا خويا عبد السلام تحياتنا لك. اخوة بسوق حراس، اذا نبداو. راهم طلعوا معنا خاوتنا، يعني الحمد لله. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. خوتي لا شفتوا الصوت ماهوش مليح ولا، اكتبوا لي ماذا بكم. لي كومونتير راهم يطلعوا ما شاء الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. تحية خالصة الى كل الرجال الشرفاء، الى الناطق الرسمي سيد كمال بوزكزا، الى جميع اعضاء المكتب الوطني من الكاتب العام والاعضاء المكتب الوطني كل واحد باسمه، الى منسقين الجهويين او الاعضاء الجهويين، الى منسقي الولايات عبر التراب الوطني، والى كل منسقي البلديات عبر التراب الوطني، والى القاعدة النضالية، اخواني المستبقين على كافة التراب الوطني. اذا يسرني اليوم نتقدم بهذا اللايف باش نناقشوا واحد الامور ونوضحوا بعض الامور اللي ربما راهي الناس كاين اللي راهو
متمسك بالنضال تاعو، وكاين اللي راهو بايع نفسه، وكاين اللي راهو كلعة روسه نهار كامل هو يبلبل بلا فايدة. يعني الفئة هذه راهي أشكال وأنواع، هاكي قوس قزح. ميلولو إذن، وكذلك بالمناسبة مادام راني في العاصمة، نحيي كل منسقي البلديات العاصمة ونطلب منهم الاتصال، ربط الاتصال معايا في أقرب وقت لمناقشة بعض الأمور، وإن شاء الله إن شاء الله ندعي رب العالمين في شعبان هذا أنه يسر لنا الأمور ويفتح لنا بيبان الخير إن شاء الله. وخويا لطفي، لطفي تبسى، تحياتنا ليك يا الرجل الشهم، بارك الله فيك. خويا محمد زيان تحياتنا لكم. إذن نبداو بالموضوع اللي يخص خويا زمور، تحياتنا ليك. خويا قادر روبلا تحياتنا لك، فيها خير إن شاء الله، فيها خير يا رجل. الإنسان اللي توكل على ربي والإنسان اللي يجتهد يكون الخير إن شاء الله، كما قالوا الناس بكري كي الدار الكبيرة إلا ما تعشيتش تبات للطفا. هذه باش كل مستبقي يديرها في راسه، وكل مستبقي يتوعاها، وكل مستبقي يدير أنه هذا النظام وهذا الاجتهاد اللي راه يتقوم به. وعليكم السلام خويا ما أزمور، الله يحفظك خويا، الله يسرك بخبر زين إن شاء الله، الله يسرك بخبر زين إن شاء الله. احنا من هذا المنبر الشيء اللي رانا نبادروا به، والشيء اللي رانا نسعوا عليه، والشيء اللي رانا نقوموا به، والشيء اللي رانا نجتهدوا فيه، هذا ماهوش يعني ملزوم ولا خالصين عليه، هذا احنا اجتهاد رانا نقوموا به مع إخوة الرجال اللي راهم معانا، مع الناس الشرفاء اللي راهم كاتفيننا، مع الرجال الزينين واللي مربيين ويعرفوا وش يهدروا، مع الناس اللي تحترم السن نتاعها، مع الناس اللي مقدرة الشيب نتاعها، مع الناس اللي هو وليد أصل، وليد رجل ومرأة، ماشي رجال ومرأة، وليد رجل ومرأة، لأنه كاين إنسان اللي خارج من صلب رجال، خلوطة تاع رجال ومرأة، وكاين اللي خارج من رجل ومرأة، هكا باه نفرقوا الرجال كيفاش، لأنه كل واحد يعرف المعدن نتاعو، وكل واحد يعرف قدره، وكل واحد يعرف روحه واش يسوى. وحنا في المنظمة نحطو كل راجل في المنزلة تاعو. هذه المنظمة هي تنظيم، طولب منا أنه يكون تنظيم. حنا لما نفسر الأمور ونشرح الأمور لخاوتنا من باب معلومات أو أماكن قصدناها وجبنا معلومات نمدوها لخاوتنا، ماهوش من باب أني راني نقول لك من راسي وراني نزوخ عليك ولا نكذب عليك. حنا الحمد لله ما تربيناش على الكذب وما ناش ناس زواخين. أنا قلتها مرارا، خويا هشام رجواني الله يتوحشك الخير، خويا هشام توحشك الخير والصحة والستر إن شاء الله، بارك الله فيك. خويا العيد في النوش تحياتنا عليكم. حميد اسمحوا لي ما نقدرش نجاوب قاع، نسلم قاع على لي كومونتير، ربي يجازيكم وحبكم في الله، والله غير نحبكم في وجه الله. خويا جناحي بارك الله فيك، خويا زوغار محمد من بالعباس تحياتنا لكم، خويا محمد بالله سعيد
بمرار تحيتنا لكم جميعا. إذا نحن هذه لما نمدوا شيء تحصلنا عليه احنا نقدروا نشدوه، ولكن احنا لما نشوفوا المستبقي يعني ينتظر بفارغ الصبر اللي نقروا انه نمدوا حاجة، انه خويا عزوز تحياتنا لك، انه نبشروا بحاجة، يخرجوا لنا أبواق. كل واحد واش يقول لك، واحد يقول لك بو كذبة، واحد يقول لك مسعودة، واحد يقول لك هذاك بو لحية، واحد يقول بطرايب، واحد ما عنديش هذه، قال لك ولا تلابسوا بالألقاب. على كل حال هذا التلابس بالألقاب كل واحد واش يحب واش فهمتوا. على كل حال ذوك اللي رب العالمين هو خلقه بنادم وتكلوا في مخو مخ بغل، انا ما نقدرش نبدلو له باش نردو له مخ بنادم، يعني هذه من ماهيش مقدوره نتاعي. ولكن من جهه تلحق الامر بعض السفهاء، اليوم جيت نجاوب بعض المرخص هذوما، بعض السفهاء اللي راهم يهضروا ويسبوا فينا. انا نقول لكم كلمه ما نزيد لكم ما نقص لكم، اللي نعرفه عنده السروال فيكم اي واحد من هذول اللي يسبوا فينا، اللي عنده السروال فيكم وداير في باله باللي هو راجل ورجله، يعيط لي ويقسم معايا المسافه، قاسموا المسافة وانا نجي له وانا نهبط له السروال. سمحوا لي على العبارة هذه، لانه الرجال نسبت بزاف، وحنا ناس تحبوسات وما طيحوناش باش يخرجوا مرخص كيما هذوما، اللي ربما عندهم بياتهم بزاف، ما هوش وليت اب واحد. دوك نخسر معاهم الهضره اليوم. انا اللي عنده هضره يتصل محمد ولا تبل ويقسم معايا الطريق، ونوري له انا شكون، نوري له شكون هذا البليدي، نيابه على اعضاء المكتب الوطني. اي انسان اللي لايق به صحته ولايق به لسانه يقسم معايا الطريق، ويجي وحده ونجي وحدي. هذه هاني بعثت ميساج، واللي قادر على ذراعه الى قيني من عنابة وروح، باش نزيد نبسطها لكم. الى راهي عجباتك صحتك يقسم معايا طريق، ونعت لك شكون هو الرخيص هذا، ولي لك الرخاص واش يديرو. تاك تقول علينا رخاص، حنا ولاد بابات واحد ويمات واحده، حنا ما عندناش بياتنا بزاف. هذه باه نفهمك. دوك ندخلو في الموضوع واحد اخر. دوك جميع اللي عنده هضره مع بو لحية يقسم معايا طريق، ما يهضرش معايا في لايف، واذا كان راجل ما يجاوبنيش في لايف، يدير لايف قال بو لحية نتلاقاو في بجايو، نتلاقاو في بجايو، كان نتلاقاو في جيجن نتلاقاو في جيجن، كان نتلاقاو في البويان نتلاقاو في البويان، وثم نحبس لك انا لسانك، ثم ندير لك العقده على لسانك ونطلقك تروح عند امك، بس ما تجيش تهضر. غادي باش نوري لك شكون هما الرخاص، ونوري لك صحاب الحي كيف دايرين. صحاب الحي اشرف منك ورجال عليك يا رخيص يا ديوث، خاطر عندنا خبر عليك باللي انت ديوث، انت ديوث، عطينا معلومات عليك انك ديوث اللي يعرفوك، وحنا الديوث نضربوه بالكف ما نهضروش معاه. اذا اسمحوا لي على القوال هذو اللي انا نهضر، خاطر عمري ما هضرت هذه الهضره، انا نهضر بيدي، انا ما نعرفش نهضر بلساني، كي نبدا نهضر بلساني نخسر، اما راني نجيب فيه راني حاب نجيبه باه نهضر معاه بيدي. هذا الانسان هذا، هذه هي الهضره نتاعي انا. جميع رخيص يهضر على بو لحية ولا يهضر على مسعود ولا كمال بو زكزة ولا اي راجل من الرجال اللي عنده السروال ويقول انا وليد مرا وراجل وحر يقسم معايا طريق، يهضر معايا انا، ما يهضر مع حتى واحد، يهضر معايا انا.
انا نهضر بيدي، انا نهضر بالدبزه، نهضر بالكموز، انا مولا ذراع، انا مولا ذراع هكذا. واللي يهضر عليا من فوق الا ولدته يماه يقسم معايا طري، ماشي نبزقلو في وجهه، نبزقلو داخل فمو حاشاكم وحاشا قدركم، نحلو فمو نبزقلو داخل فمو، فهمت؟ نردوك شغل وحده عاهره نبزقلو داخل فمو. هذه الميساج انا وصلته لاني تريست بزاف ونقصنا القيل والقال، مي قررت قلت للجماعه اليوم نخرج نصرف لهم. هاني قلت لكم والراجل يقسم معايا طريق ما يهضرش معايا، عيط نتلاقى من الاخر. اذا رجال المنظمه، الامور احنا لما قلت انا التشويه تكون عن طريق المنظمه، انا ماشي حمار، انا عارف روحي واش راني نهضر، انا مانيش حمار، انا اللي عارف روحي واش نهضر. لا بقي انا والله ما قي... شوف انا نقيم كل واحد، انا الكلب نقيمه، ولكن الكلب خلق ربي ينبح، من هذه كثر النباح نضربه، هذا ثاني كلب او كثر النباح هذا وصل له كي جدي نهار كامل وهب هب 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 هب، تقول لك خلقوا ما خمسه لي اهدر على روحك، نهضر على روحك، تا كل حاجه رجال هذو مرخ. انا قلت لك عندك هضره قسم معايا طريق من الاخر، من الاخر قسم معايا طريق. انا اللي نقول لك انا مولا ذراع، انا شوي كاباب باش نكملك نخسرك، نخسرك بيديا الا كراجل قسم معايا طريق، الا تقول انت راجل. إذن أنا لما قلت التسوية تكون عن طريق المنظمة، أنا مانيش حمار، وروا لي أي تنظيم راه يبادر في قضية الاستبقاء من غير المنظمة، خاطر كاين الناس اللي اليوم ثاني خرجوا واحد الزوج لايف مانيش عارف من جاية ولا مانيش عارف، قال لك بو لحية اللي قال انا يا بغل لو كان ما جيتش يا بنادم يا داب، لو كان ما جيتش اليوم دولي نهضر معاكم هكا، اليوم لو كان ما جيتش انت حمار حاشا خلقة ربي فيك، حاشا دين محمد فيك، انت المنظمة هي اللي راهي مبادرة بالنضال تاعها، المنظمة هي اللي تجتهد، المنظمة هي اللي طالعة، المنظمة هي اللي هابطة، المنظمة هي اللي في الشروعات، منظمة هي اللي مباصية، هذه شوية شكون اللي يجيبها؟ حتى وما يعطوهاش عن طريق المنظمة، مين منظمة تلبس السروال؟ المنظمة هذا هو المقصود نتاعي، مقصودي أنه ماشي لازم تكون داخل المنظمة، يا سيدي ناضل حتى وماكش في المنظمة ناضل، ولكن يد الله مع الجماعة، الدولة هذه سمعت للناس اللي فيها الغاشي. ما سمعتش هذاك المزود اللي راهو يعيط وحده، تبعوا لي كومونتير تاعو، تسيبوا عنده 10 ولا يوميا راني مكابتيريهم وشايفوا مين يدير لايف، نتبع اللايف نتاعو نشوف بلي نفس العباد 10 12 14 10 12 14. ولما يقول هذا التنظيم الوهمي وكذا، انا نعطيك بالدليل، بعث لاصحاب الجزائر باش يعطوا لك الدراهم، بعث لاصحاب العاصمه باش يبعثوا لك الدراهم، ندير افوكا ندخل كمال بوزكزا الحبس، انا نعرف الراجل اللي جبد من راس ماله، انا نهار اللي حبيت نحل مكتب العاصمه حليته، جبت من راس مالي وحليته انا والرجال. فهمت؟ ماشي تبعث للجزائر العاصمه باش يبعثوا لك مليون ولا زوج ملايين، هاي انا نفضحك اليوم ونعطيهم لك بالاسم. لما تحبوا تدخلوا للرجال الحبس جبدوا من جيوبكم، ما تطلبوش يا طلابين، تطلبوش كون صدق وجبد من جيبك ودخل الرجال للحبس، حتى الا تقدر تدخلهم للرجال. اذا احنا المنظمه
الاجتهاد نتاعها، حنا قلنا هذه التسوية كي تجي عن طريق المنظم، يعني الإنسان اللي يفهم وعنده مخ وخلق له ربي مخ يفهم مقصودي، لأنه في الساحة ما كاش شي واحد أخر راه يناضل على القضية ما غير المنظمة، ما كاش. سبحان الله العظيم، شيء واقع وباين ومفروغ منه، كلام مفروغ منه. ثم قابلين بول أحياء قال المنظمة أتجع عن طريق المنظمة، لأن المنظمة هي اللي رأيت كفح وحدها في أرض الميدان. المنظمة هي اللي راهي في الميدان. هذه الدولة ما تسمعش ببعيط وزعيد وقاعدين تعيط لول تستقبلوا، شكون انت على مستوى الوطني؟ احنا وين دقينا البيبان؟ دقينا البيبان باسم المنظمة، ما دقيناهمش باسم شخص، ما دققناش باسم كمال بوزكزا ولا مسعود ولا مح ولا تبل ولا لطفي ولا داود ولا قدور ولا سعيد، دقدقنا احنا تاع المنظمة، طبطبنا في البيبان باسم المنظمة، طبطبناش باسم الأشخاص. احنا اللي راكو دايرين باللي احنا نعبدو الأشخاص، احنا ما نعبدوش الأشخاص، احنا نعرفو الرجال ورانا مكاتفين الرجال كيما راهم مكاتفيننا الرجال مستبقين، ماشي قلت لكم تجي عن طريق المنظمة، كي شغل نعطيك البرية وفيها الكاشي تاع المنظمة هاك تسوي. لما الإنسان يخرج يهدر، يخرج يهدر ويكون واعي وفاهم، ماشي حمار وطلقته في بحيرة ياكل الشوك والحشيش. احنا هدرنا على التنظيم هذا انه هو اللي راه يبادر بالنضال، هو بدا النظام وهو ويبادر. دوك تقول لي التنسيقيه، تقول لي المجلس، اعطوا برهانكم ان كنتم صادقين، اعطيني ارض الواقع شكون اللي راه فيها. تقول لي الجمعيه اللي خرجت تعيط جابت البندير تاعها والقلال وجات، وين كنت؟ وين كنتوا؟ كنتوا كي كاهل الكهف في سبات، لما يلحقوا الفوت ويلحقوا امور اللي عندهم الفايده فيها واللي يدو فيها تشيبات، يبداو كي شغل الربيع وجاو يبداو الزواوش يدورو يبنو فيه العشاش باش يبيضو. عيب، والله غير عيب. تخرج تهضر تمد معلومة تقول كلمة يشدك منها. المنظمة أحب من أحب وكره من كره، المنظمة هي اللي راهي في أرض الميدان، المنظمة هي اللي راهي في جميع مكاتب الدولة من الباب للباب وبالإرساليات، والحمد لله كل باب نطبطبو عليه مصالح الأمن عندها علم به. خدموا في الضوء، احنا ماشي سراقين. احنا ماشي سراقين وماشي خباثة، احنا نخدموا في الضوء ونمشوا في الضوء وراسنا مرفوع والطحان ما يطيح لنا راسنا. واحد ما يطيح لناش راسنا، خاطر احنا رجال ولاد رجال من صلب رجال، ما تعلمناش الكذب في صغرنا نتعلموه في كبرنا، كي بقات لنا كي ولينا بالشيب. احنا هذه المنظمة ما طردنا منها حتى واحد، كل واحد حر في نفسه، اللي حب يكمل النظام تاعو في المنظمة راهو يكمل،
قال لي ما حبش ربي يسهل عليه، ربي يسهل على كل مؤمن، وكل واحد قدروا يحفظ له النظام نتاعو. غدوة أنا تنفع لي نحبس نحبس، تنفع لي نحبس نحبس، مي ما نخرجش نسب الرجال، ما نخرجش نسب الرجال. بعد 50 سنة نولي نقول على فلان ما نعرفوش، فلان ترخيص، وانت تعرفوا بلي رخيص بالك هو أصدق منك وأشرف منك وقيمته في دواره وفي ولايته خير منك. ولا كي تشوفونا محترمين ما نقولوش الكلام البذيء وما نحبوش نجرحوا الناس تحسبونا ساهلين. حنا انا عايشين زياده، قاع اسلكنا من موس، قاع اسلكنا من موسى، انا عايشين زياده، انا عايشين بركه. باي واحد حط روحه باللي فاهم، انا قلت من الفوق اللي عنده هضره معايا ولا مع الرجال هذو يعيط لي يقسم معايا الطريق، الا كان عنده السروال وراجل، لكن عنده السروال وراجل. الناس جات وقفة دارت وقفة وما زادش بانت، ولاو يعرفوا النضال ويعرفوا الاستبقاء ويعرفوا كذا ويعرفوا كذا ويعرفوا كذا. شوية يا صاحبي حط رجيلاتك في ميها باردة، شرب شوية ما برد، لافونس اللي راه عندك كنقصوا لك شويه الكربيرات ونقصوا لك، الا حبيت نديروا لك الرالونتي نقصوا لك الرالونتي نقصوا لك، كاين حتى مشكل. رانا هنا القباحة حنا ماليها ولا غير ماليها، غير ما تكسرش راسك صغري كاع قباح. صغري كاع قباحة عادي نورمال، كي صغري كي كبري. قابضينا كلمة المنظمة 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 المنظمة، واش وساتكم من المنظمة؟ المنظمة اللي تجري على الحقوق، راهي تسعى، راهي تبادر، راهي تجري. رجال فيها راهم سامحين في ولادهم، سامحين في خاوتهم، سامحين في ماتهم في بوياتهم يجريو. حتى الراجل من ولايته ما خرج عمره ما خرج يتصيبو داير قلاه الحس، اخرج اخرج نورو لك الرجال كيف دايرين، اخرج برك. اخرجوا هادو لا كوتهضرو، اخرجوا بعدو على ديوركم شويه، يضربكم شويه سمش، ايا ندوكم تحوسو يضربكم شويه سمش. يا خويا عمر كاين واحد الوقت اللي متجاوبش متجاوبش، لكن لما متجاوبش هذو الناس يحسبوا رواحهم باللي خلاص قبضوا قيادة القاطرة، ولكنهم غالطين باللي احنا نهار اللي نحبوا نجاوبوهم نضروهم، كي نحبوا نجاوبوهم نضروهم، واللي حبوا نضروهم نضروهم. تناضل وحدك يا اخي من حقك، ما كاش اللي سالك، الجزائر هذه تكفي كاع العباد، ولكن ما تدناش للرجال اللي راهم بعاد عليك. ما تدناش للرجال اللي راهم بعاد عليك وما يعرفوكش وما عندهمش الشرف وما يحصل لهمش الشرف باش يعرفوك، خاطر الزوبيان الناس ما تحبش تعرف على الزوبيان، الناس تحب تعرف على الورد والياسمين والفل، تعرفش على الزوبيان اللي طلق الريحه حاشا المصمتين اللي راهم معانا. حاشا المصمتين اللي راهم معانا، او ما نعرفوش احنا البلاد، ما نعرفوش الغاشي، نعرفو انا بصيفتي نجار عندي مشتريا معنا نبا وتبسين. صاحبي يقطر من لسانه من الحسن، الحسن
رجال صحاب دراهم وتجارة واسمهم كبير في عنابة، كبير كبير يا بزاف. ولكن الانسان اليوم باش تولي 50 سنة خارج تافي لايف صباح عشية نهض الهضر، شوف دير 70 لايف الا قدرت، هما ربي يقدرك، التليفون نتاعك والدراهم نتاعك وربي يقدرك. ولكن ما دناش اللي جا، كاين واحد المثل اللي يقول ناس بكري يقولوا لي، يقول لك عدوك طلب له طولة العمر، ما تطلبلوش الموت، انا ما نطلبلكش الموت، نطلب لك طولة العمر باه يلاقيني بك ربي، ونطلب نطلب ربي عز وجل يلاقيني بك ان شاء الله يا ربي. دوك من فوق الامنيه نتاعي نتلاقى بك، وجميع انسان اللي يسب الرجال ربي يلاقيني بك. جميع انسان ويسب الرجال هذو نطلب الله عز وجل يلاقينا به. ورق ورايحين بالجياحة هذه، وراكم رايحين بالجياحة هذه 50 سنة في عمركم، ما تنساوش اللاج تاعكم، ما تنساوش اللاج تاعكم. وزيد تعيط، انا اللي قلت لك انا عطيتك حاجة، عيط لصحاب الجزائر باش يعطيوك الدراهم، وتقول علينا سراقين، انت طلاب. سبحان الله العظيم، يبعثوا العاصمة بعدنا الدراهم باش ندخلوا كمال بوزكزا الحبس، تدخل كمال بوزكزا الحبس، انت تقدر تمس راس من الرجال هذوما اللي راهم في المنظمة. عاود حساباتك، وجميع انسان ويسب الرجال هذو يعاود حساباته، ولا راهم يبعثوا فيكم قول لهم اللي بعثتونا العنوان خطأ غلط، لحمهم مر. فهمت رجال تاع المنظمات الحمومه مر، الى قدير في بالك باللي ساهلين، وربي يلاقيني بك ان شاء الله يا ربي، ربي يلاقيني بك. من امنياتك شغل راني ندعي للحج، الحجه نتاعي اني نتلاقى بك، هذيك هي الحجه نتاعي ان شاء الله يا ربي. اذا خوتي احنا لما قلنا المنظمه، قلت لكم التسويه تجي عن طريق المنظمه، لانه في الساحه كاين المنظمه، والمنظمه مش راح تسكت على حقها، ونبقى ونطبط بالبيبان، وثقتنا كبيره في رئيس الجمهوريه، وثقتنا كبيره في دولتنا، وان شاء الله ان شاء الله نطلبوا من الله عز وجل في الايام هذه اللي راهي جايه يكون خير، ويكون الخير ان شاء الله. بعض الناس هم حاطين ارواحهم باللي هما اللي راهم يديروا، جابوا لنا الاخبار بانه في مارس وطلقوا كلمه في مارس، حنا نقولوا في الايام الجايه ان شاء الله يكون خير، قولوا امين. اسمحوا لي قولوا امين ان شاء الله يا رب العالمين. ولكن لما نقول التسوية تجي عن طريق المنظمة، بالله عليكم مروا لي أي جمعية ولا أي منظمة ولا أي حاجة راهي تضرب على المستبقي من غير المنظمة، جاوبوني الله يفتح عليكم، مين راني غلط قولوا لي راك تكذب. في الساحة درك شكون اللي راهو يناضل؟ الله يفتح عليكم، جاوبوني في الكومنتير معليش، إلا راني غلط فيقوني يا سيدي. في الساحة راهي كاينة المنظمة،
والدولة راهي محترفة بالمنظمة، وين روحنا طبطبنا بآسم المنظمة، ما طبطبناش بآسم بوزكزا كما ميقولوا آمون ورمي عبده، لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا نعبد ربي عز وجل، وقدوة تاعنا النبي ونبينا النبي صلى الله عليه وسلم، والقدوة تاعنا الصحابة رضي الله عنهم، ومتكاتفين مع الرجال الزينة اللي راهي معنا. وأنا قلت المنظمة هذه كمال بوزكزا فرد من أفراد المنظمة اللي تتكون من كمال بوزكزا والمكتب الوطني بأعضاء كلها ومنسقين جهويين ومنسقين البلديات والولايات والقاعدة النظام، هذه هي المنظمة. المنظمة هذه صايلها كالدار، الدار فيها المراح، فيها الشنابر، فيها الكوزينة، فيها الصالون، فيه الكولوا، هذه هي دار، باش تسميها دار لازم يتوفروا الشروط هذو، وهذه المنظمة باه ولات منظمة فيها قيادة نتاعها وفيها القاعدة وفيها كل خير. هذه هي المنظمة. كمال بوزكزا العام اللي فات قال لكم يا ودي سلام عليكم، وهاي اللي يقدر يقدر، مي ما كانش اللي يقدر يتقدم. لأنه فيها الشوك، فيها وجع الراس، زادوا جبدوا لنا دير لايف أنه مكتب ولاية برج بوعريريج قتلنا المنظم. انا حضرت المحكمة تاع برج بوعريريج، وانا كنت ندي كمال للمحكمة تاع برج بوعريريج، وهاو زياد سيدي صالح ومورا الدبيش والجماعة، وعندي حتى تصاور معاهم في برج بوعريريج. نهار المحاكمة زوج خطرات، خطرة قلعت بكمال بوزكزا ومسعود من برج البحري على 12 ونص تاع الليل، صبحنا في سطيف جوزنا الشرع في سطيف وهبطنا للبرج، زدنا جوزنا الشرع تاع البرج، هو قاعد في حومته في داره ويقول لك فلان هذاك رخيص، كمال بوزكزا سارق، بولحيا كذاب، يا طحان ارواح امشي تبات تمشي تضربها لسطيف ومن سطيف تعاود تولي للبرج. وغدوه من ذاك جوز حط المحامي في داره وزيد نلحق كمال بوزكزا وزيد ندخل الارجي. هذا هو النظام، ارواح انت دير هكا، ايا انت دير هكا. الرجالة تبات تمشي على قضية المستقبل، أنا واش داني بطونوبيلتي أنا نبات نمشي مخلي ولادي وبايت نمشي، واش داني؟ بصح حنا قلنا معليش حبينا هذه القضية نحملوها على كتافنا، حملناها على كتافنا. وقضية برج بوعريريج المكتب اللي كانوا دايرين فيه ما ديكلاروش، كانوا دايرينو في مكتب تجاري، صارت غلطة عندهم كتبها رب العالمين، طاحت عليهم الدولة وراهم حرين برا، منعوهم سورسي، راهم عندهم سورسي برك، هاو منسق ولائي واحد اخر تفاعل التفويض تاعو راهو يشتغل عادي، متكذبش الناس، متكذبش على الناس، حاجة كيعطوها لك غلط الناس تحقق من الرجال يعطوك الصحيح. أنا حاضر في المحكمة كي كان الجوج يستجوب في كمال بوزكزا والمكتب تاع برج بوعريريج، جاي تكذب التايا غلقو لهم وقتن وهمية، وخرجنا ودينا كمال بوزكزا وقعدنا برا وسقهوينا والدولة تهدر معانا ولا بدينا ريصنا ونمشو زعامة، لأنه حنا نخدمو في الضوء. حنا ما عندناش سيادنا يحكموا فينا، روح قول كذا وقول كذا، لا لا حنا سياد أرواحنا، حنا في المنظمة كل واحد سيد. عندنا الزعامة بزاف في المنظمة، احنا مستبقي ماهوش منسق قضاء وتسيبو زعيم رجلة، خويا
خويا جنيحي والله ما كاين والو، سؤال جواب سؤال جواب، وخرجت القضية بروسي وخلص البروسي وتربح يربح رابح، يقبضوك بلا لاسيونس تجوز العدالة وتخلص البروسي. خويا كمال مسعود راني نكذب من عندك تعشينا عندك وقل انا على 12 تاع ونص تاع الليل الشتاء بطونوبيلتي وكمال بوزكسة، كمال مسعود باغي يتراقد ويشخر في الطريق. هذا هو النضال، النضال قول لي واش قدمت القضية، تخش سب الرجال لي أشرف منك. تسبش الرجال اللي رجال عليك، شوف واش قدمت للنضال، شيل المنظمة للنضال، منظمة هذي عنوان باش يعرفونا به. بصحتك خويا مسعود، منظمة هذي عنوان يعرفونا به، شكون هادو تاع المنظمة 18+6، هذه هي المنظمة. صاوا شطيت للنضال نتاعك وشطيت للحق اللي راك تجري عليه، واش ضحيت عليه؟ يا لطفي بردها بردها، موالف يبردها نورمال، موالف كي تكون سخونة هكا يبردها، ما يقدرش ياكل حاجة سخونة. إذن هذا القيل والقال اللي راهو بو لحية تاع ولاد جبله ويقول باللي جيت شويه عن طريق المنظمه عن طريق النظام، انا ماشي حمار، انا اللي عارف روحي واش هدرت، واني عارف واش خرجت من فمي. وعارف واش خرجت من فمي، انا عارف روحي واش خرجت من فمي، لانه راني نشوف الساحه كاينه غير المنظمه. والناس قاعد تشوف فيها، والدولة برمتها راهي تشوف باللي التنظيم هذا هو اللي راهو يساير في الملف هذا. ومن بعد هذه القضية لما تفرع، شكون هو اللي جابها؟ المنظمة. حنا ما قلنا لكش التسوية نديرو لك الكاشي، التسوية عن طريق المنظمة والدراهم الداخل يا بو جغللو، ولكن لما نهضروا ماذا بينا حنا الناس تفهمنا واش نقول والقيل اللي رانا نهضروا عليه. خويا محمد صدري تحياتنا لك خويا. اذا خاوتنا احنا هذا القيل والقال والهارج والمارج اللي راهو احنا ما عندنا فيه حتى فايده، وما هو يغني ما هو يسمين من جوع. كاين ناس تحب دير اسم، ما صابوش باش يديروا اسم، يديروا اسم هيا هذه معروفين كذا خلطوا فيهم نديروا ناس تولي تعرفنا وتولي كذا. الكذاب حبل وقصير، والمنظمة لو كان جات كذابة ما شفت 7 سنين أمام جميع التحديات اللي صارت لها. المنظمة 7 سنين لو كان جات تمشي بالكذب قال لك يا اللي تعش يا اللي تغديت بالكذب باش تعش. روحي 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 روحي، انت دائما في اللايف الجاي روحي ذهبي. يا اللي تغديت بالكذب باش تعش. المنظمة لو كان جات كذابة وخاينة، هذا كمال بوزكزا 7 سنين ما تحكموا عليه والو، ما تحكموا عليه حتى سرقة، ما تحكموا عليه والو. سيدة العشرة لي لايف ولا يدوموندي في العاصمة يطولوا الدراهم، يبعثوا له الدراهم ولا يقولوا نتوما مليون ومنا مليون ومليه مليون، حب يجبد مصغر مساكن يجبدهم ب20 ولا ب15 مليون، يدير افوكا بالدليل.
بالدليل. والله إلا عيطوا لي في التليفون. الناس اللي انشقوا من المنظمة عيطوا لي بالتليفون. مازال خويا أزمور ولا غير مازال؟ قال لك يا ودي أنا السيدة ويحوس على مليون ولا زوج ملايين أو بعث للجماعة يحوس على مليون. أو تاع المليون هذا قال لك باش يدير أبوك آخر. أبوك هاو يديرو من جيبو يست. تاع واش جابك العاصمة؟ حنا هنا في العاصمة ما دومونديناش الناس في الدراهم. أنا في العاصمة وما دومونديناش الناس دراهم. أبعث لي انفيتاسيون خويا كمال. ما دومونديناش من الناس. كنا خاصهم جيوبنا وما نهضروش. وماشي مليون وماشي زوج وماشي ثلاثة وماشي أربعة وماشي خمسة وماشي ستة. السلام عليكم. السلام عليكم خويا محمد. واش كامل؟ واش راكم لاباس؟ الله غالب راني مريض بصح ولا بد نخرج ونحضر. اتفضل خويا كامل. الشخير مضمون باللي مادام واحد متكل على زوج شيفور واللي مسامية باللي يقودوا السفينة بالسيف نرتاح. 12 عليه 27 دقيقة. بالسيف نرتاح والاسمو المهم اللي فات راه راح. احنا ماشي مقصودنا باش نشهروا نفوسنا ولا. مين انسان لما يقول انا راني نبكي على المستبقي ولا راني نبكي على القاضية لازم يعطي يمد. ماشي هذا ماهوش كذا. خويا محمد سلام عليكم. ماشي قضية زوخ. حنا الحمد لله نحن رجال ولاد رجال نبقاو واقفين مع رجال ونكاتبوا رجال غير آخر لحظة. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامحوني اخوتي المستبقين الله غالب راني مريض شويه خويا ازمور الله غالب شويه لاكريب مي تحتمت علينا ظروف لي ولا بد نخرجوا مع قهوتنا ونلوحوا كلمه مع كلمات خاصه محمد هذا الشيء كيدير اللايف لازم نكون التوأم نتاعو نكون معاه حنوني ما خليهش وحده هايا خلاص موتوا يا العديان آية. المهم تحياتنا لجميع المستبقين تحياتنا لجميع المنسقين البلديات الخالية الإعلامية للسيد الناطق الرسمي إلى أعضاء المكتب الوطني كل واحد باسمه إلى جميع الناس الغيورين من الشرق إلى الغرب جميع الناس المناضلين اللي راهم مازالوا واقفين على حق. أنا راح نلخص عدة نقاط برك نتكلم فيها. ايوه ربي يحفظ خويا الزاهي. انا كنت نحكي معاه قبل شويه قعدت معاه مده ساعه ولا حاجه نحكوا شويه. احنا النضال تاعنا خدمناه لحقوقنا وخدمناه لارواحنا وخدمنا دافعنا على حقوقنا حقوق الناس اللي دارت فينا ثقه. وراني قلتها ونزيد نعاودها اللي ما عندوش ثقه في المنظمه وعنده طريق واحد اخر يجيب به الحق ربي يعاونه طريق سلامه. يا خويا انا مسعوده ولا مسعود ولا قدور ولا مانيش قدور ولا وليد ماما ولا وليد بابا يا خويا انا النضال تاعي هذا هو وانا نظمت روحي مع الرجال خويا لطفي ربي يحفظك. احنا نظمنا روحنا مع الرجال ومشينا مع الرجال دوك هذول الرجال يضربوا الكانيطه يسرقوا يقطعوا طريق يديروا يا خويا احنا مامنه بنا المجموعه اللي مامنه بنا احنا نبقاو ندافعوا عليها لاخر يوم نضربوا الكانيطة ولا نصلوا ولا نروحوا لبيت ربي ولا رانا نشوفوا طريق الصواب.
الإنسان اللي ما لاقش به هذه الطريق له طرق عدة يمشي فيها، ربي يسهل عليه. بصح تجينا انت شي قفارة وعنابة نتاعي وعندنا بطاطا وطاطا طاطا، انا تبان لي روح دير نبت شوية الشعر في راسك، ومولا جاي كي ترفد البيبي لخالتي تهلا في البيبي دير له البيبرو يرضى يولي الدور عليك خالتي، تولي ما تباتش في الدار، لان انا نعرف الرجال اللي تطنطق وتطير في اللايفات نعرفها واش تسوى عند ماماها في الدار. احنا عندنا الراجل ما يرفدش البيبي يديره قدامه يركب له هذاك البروتال. المهم هذه مش هدرة، بصح كي نولو نهدرو على الرجال نولو له الرجال كيفاهم دايرين، ونوري له مسعودة كيفاه تحضر. بالنسبة للقاعدة نتاعنا احنا عندنا نضال معين رانا نمشو بيه خاوتي. وش تكلمنا بالنسبة لتحيين الملفات، كيف توقف تحيين الملفات، كيف تكلم عليها ناطقة، كيف توقف تحيين الملفات. احنا عندما عيطوا للدرك الوطني، يا خويا انتم ما تكذبوا الدرك الوطني هذا شغلكم، احنا عيطنا الدرك الوطني قال جيبوا قوائم، دينا قوائم، مشينا مع الأجهزة الأمنية لآخر يوم. حتى بالنسبة للتحقيقات اللي كانت على طريق التنظيمات بما فيهم منظمة متقاعدين الجيش، سمحوا لي بهذه العبارة نقولها بتاع الشرق ما يفهموها كاع على الغالب، لازم نفهمها لك ما يقولوها بتاع الشرق. هذوك ما قدرتش نقول الرفادين تاع منظمة متقاعدين الجيش، روحوا ليهم رفدوا لهم ونعطي لكم الاسم بتاعه، روحوا ليه، روحوا الغضبان رفدوا له يخدم لكم كارطة فيها الكاشي. احنا منظمة الاحتياط نظمنا ارواحنا ببلاش، ونظمنا ارواحنا بالبطاقة هذه، مليحة مش مليحة، انا وليت نعرف محمد ولا تشبل، ومحمد ولا تشبل ولا يعرفني، انا وليت نعرف هشام في عنابة، وليت نعرف جنيحي في 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 بسكرة، وليت نعرف عبد اللي في سعيدة. هذه الكارت هي اللي عرفتني بهذول الرجال. درك احنا دينا صور، دينا 60,000، دينا 10,000، هذه بيننا وبين الدولة. ونهار تجي تحاكمنا الدولة ماكش بروكيرور تاعي وماكش رئيس محكمة. ما انا ما نهدرش فيها، اللي يعود ما حاشاك، احنا عندنا واحد الهضرة نقولها في الشرق في البرج، يقول لك اللي يعود مبعر ويحشي له واحد، جايب لهم محامي من نهار الاول حاطه لهم يفسر لهم في القوانين والقانون، نزيد نفسر لهم في القانون، قانون كامل لا كامل العقوبة اللي تلقاها المنسق البلدية تاع ولاية البرج، ماهيش مكتب الولائي، مكتب بلدية تاع البرج كان يمارس النشاط نتاعو في محل تجاري، والعقوبة نتاعها راحوا الناس اللي كيعيط لهم قالوا بلي على اساس هذول الناس هما اللي كانوا يخدموا، احنا كما احنا المفروض ما يهبطش كان قاعد ابو في زك البرج صراحه بحري. انه باش باهي ساند ولا خاوتو روح تاع برج للمويه. بحريريج. يلا المهم بايتين ثما في البرد المسمول، المهم وش صرا، المهم الكاميرا ما تبانش، اصبر لي شويه بنبين الكاميرا شويه، عندي تليفون لا فراح انا راه نص نص بك. المهم ربي يخلف على اللي ده. المهم احنا باه تكونوا على علم، انا تحت امر تاع الدوله، هذيك العقوبه اللي قراها هو كان يمارس في محله التجاري، في القانون العقوبة تتجوزها له المحكمة هكذاك، أنت تمارس نشاط جمعوي في مكان محل، لأن هذه اللي كنا ندعو عليها جمع الملفات تجمع في المكاتب الولائية اللي قلنا نأطروها، وتكون مديكلاريا. وليزيد سيدي صالح علاه ما غنقولوش المكتب تاع ولاية البرج، وعلى ما داروا له والو في مكتب ولاية البرج، لأنه كان مديكراري المكتب، هذاك المكتب ما كانش مديكراري، الشرطة دي راس اللي تنقلت للمكان المعين هذاك. هاي لقات باللي الشخص يحكم في ملفات في محل تجاري، هذا قانونيا يعاقب عليه القانون، القانون اللي يعاقب عليه
هو بروسيات، مش يدونا للحبس، مش يغلقوا لنا مكتب، ما غلقوا لنا مكتب ما والو، قال لك راك تمارس في نشاطنا، في نشاط جمعوي بدون ترخيص، يعني المحل هذاك غير مرخص. اما في العاصمه او في بشار او في سطيف او في في مجانه في برج بحري، رجل ما على بالوش هو، وهذاك يحب يولي يهدرنا. احنا ماناش بلان طوات عند متقاعدين الجيش، عند منظمة متقاعدين الجيش، باه نفهمها مليح. احنا ماناش بلان طوات، وانت حاب تروح تخدم عندهم بلانطو مبروك عليك، السربوعه تاعك تخرج عليها بلانطو، يعني فاسلمو، يعني تقدر يدهنوك ونورمال، يعني ودير الحوايج اللي تحب تديرهم تديرهم. اما المنظمه الوطنيه احنا من 2017 واحنا لن نخضع الى هذا. ثاني حاجه، العراقي اللي كان توقع لنا، سامحوني اليوم هنخرج البلحيحه هذه، هنهدرها سوا سوا. المنظمه الوطنيه التعرضات اللي كانت تتلقاها هي كامل من طرف هذه الخزعبلات، هذول الناس اللي تجار اللي حبوا يتاجروا بالفئه، حبوا يخدموا البزنازه كيما خدموا مع جماعه الموب، داو عليهم بال 20 مليون 30 مليون. انت كي دير له تنظيم هو ما ياكلش معاك، هو ما يخدمش بيك. انا نزيد نفهمه، سيدك غضبان هذا منظمه متقاعدين الجيش، خرجوا عليه تقرير باللي التنظيم تاعو ما قعد فيه حتى واحد، ونتمنى من الخاوه يبارطاجيوه ويوصلوا له الهضره هذه، باه يعرف لما راه يرفد، راه يرفد الواحد نتاعو وهربوا عليه، راه يرفد الواحد كان يغتسب، كان يدي في الدراهم مجموعة الموب، كان يخدم لهم كارطات على حساب الفهامة، جندي 50 ألف، كابران 100 ألف، كابا اسمه سارجان 150 ألف، ويخدم لهم في الكارطات للاحتياط في الصيف. هذو الجماعة اللي راهم على بالهم منها سويسي حسان، مات ربي يرحمه، مات ربي يرحمه، كان إلا مات في الملفات يدفع فيهم المنظمة متقاعدين الجيش، ويقول لهم الكارطات هنايا فيهم الكاشي. احنا نوحدوا في الفئه هما يشكلوا فيها. احنا المنظمه الوطنيه هذه كان جيت قدامنا وتهضر بالهضره اللي كنت تهضر بها، نورو لك الرجال ونورو لك الشلاغم وشني هما، ونوري لك مسعوده وين هي. بصح نهار مسعوده ولا غجبت مسعود، بان نعطيها لك من الاخر، مو مسعوده وانا مسعود من الاخر، باه نفهمك. بصح انا رجيت بعيد وتهضر مورا الزجاجه، اهدر على روحك، لانك تعود قريب للرجال يورو لك النمله منين تبول، اما تهضر من بعيد لبعيد هذيك شغلك. المهم احنا عنابه فيها رجال، بصح من المنبر هذا احنا ثاني هذه عنابه اللي فيها رجال ما يمثلهمش واحد مسجون معاقب في السجون، عنده سوابق عدلية، ضارب الحباس. أنا تجيب لي محامي تقعدوا معاك وتعود تقول لهم تشرح لهم في القوانين ونشاط بدون كذا ونشاط بدون كذا، يا خلي الزمور أنت بكري نشوفه احنا، وزيد تكتبها بزاف يا ودي والله غير تخلق ما يشرح لك راحه كلها، وزاد تليفون عيان. احنا المهم احنا وقفنا ونظمنا بالحاجه اللي نعرفوا لها، وقفنا مع الناس هذو، سرقناهم، سرقونا، درنا احتيال، درنا حاجه دي بيننا وبين الناس اللي مقتنعين بينا في المنظمه تاعنا. انت بانت لك نشاط، اذا راك تستنى في التسويه، التسويه جراو عليها الرجاله وسعوا عليها الرجال وداروا عليها وقفات الرجال، والارساليه داروها الرجال، كل اللي راحوا وكل اللي مازالوا. اما انت وليد ماما وبابا، ولا كنت في الحبس ولي راك حاسبها انا شي غارة، والوكيل النيابه تحت امرك في عنابه، والاخر والمنسق والمستبقين اللي يتحرك تجيبه وتديره وحاسب هكذا، باه مديها هذه بالقواده ولا باه مديها؟
هذه اللي الحين تكسل اللي راك تتكسل فيه. احنا عندنا تنظيم رانا نمشو فيه، بنت لك طريق ربي سهل. ويقول لك كمان مسعود دير 10 وقرص، واسمي راه كاين ومستعد اروح حاكم من ينتهي ونشوف شكون اللي يخلصها. وانا لو جيتي وانت لو جيتي بنعطيها لك من الاخر. اذا انت قراتك سيدو مستعد، انا قراني بالحموده، ولا ما تعرفهمش نوريهم لك في اجي، بالك انت تشوفهم غير في التلفزيون انا نوريهم لك. لو نهضروا من الناحيه النقابيه ولا من ناحيه القانون صح. المهم احنا محمد اش حبيت نقول لك؟ حبيت نقول لك باللي كاين حوايج اهل المنطقه من المفروض هما اللي يتكلموا على الموضوع هذا. اهل المنطقه ما ياكلكش كلب البراني، ياكلك كلب مول الدار. لانني انا الحق تاعي اللي راني نجري عليه، ولا راني ندافع عليه، ولا راني نخرج ولا ندير زياره، انا من جيبي الخاص وراني نخرج. صح انت وجماعتك ولات كاع الناس تعرف تدير لايفات، ولات الناس كاع تعرف تهدر، ولات الناس كاع تعرف تدير مناشير. انا تبان لي كندير منشور ودير لايف، ديروا الوزارة الدفاع، ديروا الرئيس الجمهوريه طالب بحقك، دير كذا. انت يا انتم ثم تحلبت، عرفت الطريق وين راه؟ طلعت للعاصمه مره تحلبت، واللي تعرف واش تهدر تحلبت خلاص. المهم هذو الجماعه اللي كما قلت انت يحوسوا يدوا الببليسيتي، يحوسوا يدوا الاشهار، ويحوسوا يقولوا الله يتبارك الله وفي قلك 10 اللي يضرب بهم يقرص 350,000. والله اسمع، تحيه شويه فاتح. ربي يحفظك خويا فاتح، جزاك الله خير. خالتي وش نقول لكم خويا محمد، ربي يحفظك. المهم راني خربت شويه في الكلام، مانيش محضر شويه مع مخي، راني مريض. انا وش نقدر نقول لخالتي هذو، هذا الشخص اهل مكه، اهل العنابه، اذا راهم يسمعوا فيا يعني وهنايا يديروا له حل لهذا، لانه سب الرجال. احنا صح ما توليناش به ودرنا احترام للرجال عنابه، مي راه جايه الايامات القادمه ان شاء الله نوري لك ان شاء الله وش كاين الحديث اللي كاين. وراني قلت لك والله 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 غير الناس تدفع الدوسيات منا وانت نبعثك منا ولما انا يكفيني عندي لطف نقصر معاها، عندي منظمه نقصر معاهم، عندي الناس نحكي. يا محمد والله الحمد لله لا يتجاوزوا 50 ونسميهم له بالواحد. والله غير الحثاله تاع اللي خرجناهم من المنظمه واللي قاعدين يسرقوا وما خليناهمش يسرقوا، والله غير هما اللي راهم يعلقوا له ومنا طاطا طاطا. وجعتكم الحمى انتوما. هذاك بو علام هذاك تعب جايه كان يتمنى يتصور معايا باه يديرها في البروفيل، واليوم خارج مسعود امام انا مسعود. قلت لهم الراجل فيكم اللي ولداته يماه ويقول انا وليد امراه وبابات واحد يقسم معايا الطريق، هذه هي مزيان يديرها فيا، يقسم معايا الطريق. يوم يديرها جماعه نخلص له الكار ونكمل له خليقته ونعاود نخلص له الكار يروح فيها كيماح. راني هنا راني خلاص انا ديني متفرج منها. لا بنضمن الاربيتر انا ولا غنكون عادل. كان يغلبك ولا عنده الصروال، كان يغلبك ولا غنقول لهم بردوا. والله ما عنده الصروال باه يلفت يده برك. يا محمد راني شفتها تقود فيه، راني شفتها تقود فيه من الودنين. مشكور على التدخل هذا يا بارك الله فيك. شكرا، ربي يحفظك.
تحياتي للجميع ان شاء الله غادي وجزاكم نقول الله لك اللي خيرا عندنا كان وملاقات الخير ان شاء الله. والله غير الباطل اللي راهي طاحت باش ما يتكون فيها ان شاء الله. تحياتنا لكل الرجال الشرفاء جميع اللي بعث لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خاوتي احبكم في الله. المنظمة راهي تجري على الحقوق، والمنظمة هي اللي تطبطب. وكي نقول لكم المنظمة الحقوق تجي عن طريق المنظمة، في الساحة كاين المنظمة. من الآخر اللي حب حب واللي ما حبش ما حبش. طيب صالح بن عزوز، والله يا أخي من بالك صالح ربي ما كاش واحد يسامحها، ومسعود يقول لك ما كاش واحد مسامح قد كاش واحد مسامح قد مي. شوف أنا كي يولي إنسان بعيد عليا ويسب وياكل والله ويجي يقف قدامي ويطيح لي، نقول له ربي يسمح لك، نقول له ربي يسمح لك. يجي في وجهي يسبني، اقسم بالله غير نقول له ربي يسمح لك ونكرمه اخر كرم. مي باش يحط روحه مالك بعيد وكل يوم المرخص وكذا منا، هذه اللي ما حملتهاش انا. انا ما كاش اللي يسبني من بعيد، انا اللي يسبني من بعيد يهيجني، اللي يسبني قدامي نقدر في اي دقيقه ناكله ونكرفسه ونرمي. مي دايما نجوز السماح على الغضب. خويا سفيان دومي تحياتنا لك. مي انسان يلعب مالك يسب كاع الرجال ويهضر وحط روحه باللي حاجه، انا بالنسبه لي انا مازال ما ولدتوش يما اللي يجي يسبني، مازال بالموت نكتلو. مين لو كان انسان يوقف قدامي فصافص ورم يعرفوني جماعه المنسقين تاع العاصمه، شحال عاقل انا وشحال كان وشحال وليد فاميليا. مين نهار اللي نولي حلوف نولي هايشه، ولي ما نعرفش واش ندير يا خاوتي، صدقوني بالله نولي ما نعرفش ندير. اللي تكون في يدي نضرب بيها، والله العظيم غير اللي تكون في يدي نضرب بيها. غالب انا داير هكا، خلقني يا ربي هكا. ما انسان كان يكون قدامي ويسبني والله غير نسامحه، نسامحه ونكرمه كاع. مي باش انسان يحط روحه باللي مالك فوق حسابه، يا ودي عنابة ولا صومال ولا بنغلاديش، والله ما على بالي بك. يا عيتي لا ناسيوناليتي تاعك واش تكون. حب الناس قاع، نحترم الناس قاع. شفتوني في اللايف تاعي نهضر مع الناس قاع ونجاوب الناس قاع، وعمري ما نجرح انسان. ولكن انسان باش يخرج يبدا يدير لنا في الطابلوات والسبان، هذا شيء غير مقبول. والله غير نكمل لك خليقتك، راني نقولها لك صدقني بالله غير خليقتك انت اللي بحالك. هذه من اخر كلام راني قلته لك. ويلا عندك السروال قلت لك حبيت تزيد تخسر في الهضره يا خويا، خسر لي قدامي فاصا فاص. وقلت لك نطلب لك طولة العمر، نطلب لك طولة العمر، ما نطلبلكش الهلاك، باش يلاقيني بك ربي وجميع اللي هضر على الرجال هذو، ربي ان شاء الله يلاقيني بهم. وثم نصفي الحسابات. على كل حال ربي يهدينا. خوتي اذا شفتوا مني كلمه عيانه سامحوني شويه قلق، اللي جا اليوم كنت مقلق في خدمتي وكذا من ده سامحوني. كاش كلمه فتحة ما جبت خبر روحي ربما ماشي شابه سامحوني. خويا ناصر تحياتنا ليك يا الرجل زين، تحياتنا ليك وناس باتنا خويا عزيز وجميع الرجال الشرفاء. عبد العزيز تباني من تندوف تحياتنا ليكم جميعا. الرشيد ميل وتحياتنا ليك مشكور. خوتي والله احبكم في الله، وصدقوني اي كلام نقوله والله العظيم غير ينبع اني نحب ندخل السرور والفرحه للمستبقي هذا، لاني يعني مستبقي ونحس بخوتي. مهني تحياتنا ليك. الله يهدينا الله يهدينا، الله يكثر لي من الكلمة هذه، الله يهدينا الله يفتح عليك، الله يهدينا أجمعين إن شاء الله، الله يهدي أمة محمد. أي حاجة قلتها تلفظت بها سامحوني فيها، الله يفتح عليكم. احنا رانا نناضلوا لأجل الحقوق، والله صدقوني بدون فخر ولا كذا، احنا الحمد لله نخدموا عند رواحنا انا مكفيين بصح، والله كاين الناس والله في أمس الحاجة التسوية، والله في أمس الحاجة التسوية هذه. الناس هي مضرورة، راهي مضرورة، ناس مساكن راهم يعاني، وخاوتنا خاوتنا راهم يعاني. ويا ناس وقفوا على حقكم، كاتفوا بعضكم بعض،
خلونا من القيد والقال، خلونا مشي هذا هاو قال على المنظمة. المنظمة هذه عنوان، أنا يعني نقول لكم منظمة هذه خويا علي مهني ربي يحفظك، أحبك الذي أحببتنا فيها إن شاء الله. المنظمة هذه عنوان، كما بوزكزا هذا شخص واحد منا مسكين مستبقي، كلاو له لحمه ما خلاو فيه والو. كمال تحياتنا لك تيبازا، ما كاين والو، ردوا لنا كمال هذا كمالك رانا نعبدو فيه، ردوا لنا هذا كذا هذا سارق هذا ماشي راجل. اه صاحبي وشنو هذا؟ خويا عيسى أحبك في الله كما أحببتني فيه، الله يجازيك. عبد الكريم مهرب تحياتنا لك. خويا فاتح ربي يجازيكم. طيب صالح بن عزوز ربي يطول في عمركم وعمرنا إن شاء الله. خويا حمو تحيا المنظمة ربي يجازيك. خويا كمال بارك الله فيك ويطول في عمركم جماعي إن شاء الله. مراد ماريا يا خويا لينا الشرف، عرفنا رجال احنا ثانيك، لينا الشرف احنا والله ما نبغض حتى واحد، ولكن كل واحد عنده الشخصية تاعو، كل واحد ما يحبش على الشخصية تاعو، ما يحبش على عزة نفسه. يا اخي الله غالب احنا دايرين هكا. فتح عمران تحياتنا ليك. خويا جنيحي شكرا. خويا مهني تحية من البرج وسلم منا على ناس البرج كامل. أحمد تاني ربي يجيب الخير إن شاء الله. أخويا ربي يجيب الخير. ليلة الجمعة ربي إن شاء الله يفرج علينا إن شاء الله، والله يفتح لنا بيبان الخير، والله يفتح لكم بيبان الخير، والله يفرج الهم على جميع اللي راهو قايش وهم، والله يشفي كل مريض، والله يرحم كل ميت، والله يقضي حوائج كل إنسان راهو عنده حاجة في قلبه، ربي يوفقه لها ويفرج عليه، واللي عنده بنيتات ربي يفرحه بهم، واللي عنده وليدات وليدات ربي يجعلهم له ساند ليه. وش نقول؟ واللي عنده والديه ربي يحفظهم، واللي والديه موتى ربي يرحمه. السؤال ولا خاوتي؟ نظن ما كان حتى سؤال. قال جبري تحياتنا ليك، الله يجازيك أحمد. إن شاء الله نكونوا طيبين وأنتم كذلك ناس طيبين. خويا سفيان دومي تحياتنا ليك، وجمعة مباركة للجميع إن شاء الله. وخويا كمال بوزكزا تحياتنا ليك. قدر الرجال لا يعرفه إلا الرجال، قدر الرجال لا يعرفه إلا الرجال، وإن شاء الله. وقال لكم كمال مسعود تسوية عن قريب، عنوان أو جاء عنوان جديد في نشرة الأخبار. إذا خاوتي من حدود الغرب إلى حدود الشرق، من حدود الشمال إلى حدود الجنوب، المنظمة عنوان المستبقي، المنظمة عنوان المستبقي. إن شاء الله إن شاء الله بالتكاتف بالأخوة بالصدق والمصداقية بالصراحة مع بعضنا بعض تكون الحقوق، وتكون بإذن الله. وربي يبارك فيكم وربي يحفظكم والله يهنيكم ويدوم عليكم الستر والعافية، ويا ربي يفرحنا إن شاء الله في الأيام هذه إن شاء الله. بارك الله فيكم. خويا نوردين بوجديد إن شاء الله، تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. وسامحوني سامحوني سامحوني، الله يفتح عليكم، سامحوني. شكرا.